مشاهدي انفاس بريس، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفاس سبور. كيف العاده حلقتنا غادي نخصوها لتسليط الضوء على اهم مستجدات البطوله ومستجدات المنتخب الوطني اللي عنده مباراتين وديتين خلال شهر مارس الجاري. ولتحليل هذه المحاور كيحضر معنا بالاستوديو عبد الرحيم حكمي، عميد سابق لفريق الاتحاد البيضاوي ونائب رئيس جمعيه قدماء الاتحاد البيضاوي. اهلا بك سي عبد الرحيم. شكرا على الاستضافه وتحيه لك والمتتبعين ديال البرنامج تحية للطاقم التقني. سي عبد الرحيم، غادي نبداو بالمنتخب الوطني واللائحة الأخيرة ديال سير الكراكي. كيفاش كتشوف التغييرات اللي كاينة فيها؟ واو، هذه طبيعة الحياة، حيت كيكون التغيير، التغيير غير هو يكون في الصالح. مادام هذاك هذا المدرب سير الكراكي وعنده واحد الطاقم تقني، إلا ولا هاد اللاعبين اللي نضافوا دابا جداد الا عندهم المكانه ديالهم. حنا ما نبقاوش نشوفوا، حيت كانت عندنا واحد العاطفه كتلعب علينا بزاف حنايا في كمغاربه، ملي كنولفوا واحد المنتخب، هذاك المنتخب كنبقاو نشوفوا فيه ديما غيبقى يعطينا داك العطاء اللي كان كيعطي. ولكن هو راه الانسان راه كيتغير، كاين بزاف الامور كتغير في المسار ديالو. هذه طبيعيه، لانه التغيير كيكون، وهذوك الوليدات اللي كانوا نيت راهما حتى هما راه نفس الطريقه، كانوا ناس قبل منهم وجاوا وكان التغيير. الحمد لله هما داروا واحد المسار زوين اللي غيبقوا الناس يتفكروا به، وإلا اجتهد راه غيرجع للمنتخب. هادشي اللي كاين. سي عبد الرحيم، انت كتشوف ان الانفتاح على المواهب الكرويه اللي كاينه في اوروبا غادي يخدم مصلحه المنتخب الوطني؟ هاد المشكل كنعانيو علاش؟ لانه حنا في المغرب في التاطير في الفئات الصغرى حتى الجينيور ما بقاتش ديك الخدمه اللي كنا كنشوفوا وكنطمحوا لها. دابا انت كتكلم على غياب اللاعب المحلي على اللي هذا هو علاش بغيت نشرح لك انا علاش كنتجهوا بزاف، حيت هاد اللعابه اللي كاينين في الدول المهجر كيخدموا في لي كلوب، كتكون واحد التاطير واحد التكوين كيكون كامل جسماني. واما دابا في المغرب عندنا كيجيو دابا مثلا هاد الفئات كيجيو مسؤولين ديال هذاك باش يسولوا على الوليدات شكون اللي مزيان ويتفرجوا فيه ويشوف شكون اللي غيدوز من المينيم كادي الجينيور، وغادي يكون واحد الخلاف اللي غيجي عندنا ويكون في صحته كامله وعلميا بالخدمه. ما كيشوفوش، كيجي كيقول اش دار هذاك، كيقول لي راه خسر كادي، اش دارت خسرت، ايوا حيد علياش من المدرب هذا. ما كيشوفوش الحاجه اللي غادي نستافدوا منها وتستافد منها ليكيب بريمير مثلا، وغادي يستافد من المنتخب، وهذاك الدري يقدر يوصل للعالميه ويمشي يحترف. حنا ما هادشي ولا عندنا محدود حنايا في المؤطرين، ولا المؤطر كيجي كيشوف الماديه قبل ما كيشوف شي حاجه اخرى، وهذا هو المشكل اللي كنعيشوه دابا. لانه ملي كيوصل اللاعب للفريق الاول ما كتلقايش فيه داك الشيء، ذوك المواصفات اللي خصنا للمنتخب. كتلقاي يلعب تشامبيونز ليغ، هو كيلعب الاتحاد الافريقي وهذا، ولكن ما عندوش ذوك المقومات ديال المنتخب. هذا هو المشكل اللي كنعانيوه دابا في المغرب، وكاينين وليدات دابا يستحقوا المكانه ديالهم مع المنتخب. انا ما كنقولوش نعموا على كل شيء، ولكن كاينين بعض الوليدات اللي يستحقوا المكانه ديالهم في المنتخب يتنادى عليهم. سي عبد الرحيم، فهمت من كلامك ان اليوم المسؤولين مطالبين بتسليط الضوء اكثر على الفئات الصغرى والتكوين. نعم، لانه القاعده هي كل شيء، كما كيقولوا الدار اللي بغيت تبنيها راه خصها السواري يكونوا مزيانين، اذا ما كانوا السواري مزيانين راه غادي تنزل. اذا راه نفس الطريقه، القاعده راه هي الام، راه القاعده الا ما كانش شي اي نادي ما كيخدمش القاعده راه ما عمره يكون عنده فريق قوي. هو هذا هو اللي كيبرر غياب اللاعب المحلي على هذا هو اللي كي. سي عبد الرحيم، نمشيو للبطولة. نعم. كتشوف النتائج المتذبذبة ديال فريق الوداد، والناس كيقولوا انه موسم كارثي، واش نقدروا نقولوا ان الجانب الذهني غلب على التقني والتسييري وعطى هذه المساله هذه اللي كتعيشها فريق الوداد، ولا شنو ولا هو خليط ديال المشاكل اللي خلاته يعيش ما يعيشه اليوم؟ دابا هاد مزيان نعطيني هذا السؤال. انا عندي 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 توجه اخر في هذا السؤال، هو بالنسبه لنا احنا في البطوله عندنا بقى عندنا عقليه هويه
باقي ما بغيناش نتقفوا روسنا وندوزوا بين وراء راه اللاعب ولا محترف. الاحتراف كاين في السميه ولكن في التطبيق عند اللعاب راه ما كاينش، لانه اللعاب ما كيقلبش يجتهد ويزيد. اللعاب ما عندوش افكار بانه انا عندي خدمه كندير خدمتي، ماشي ما نسول على باترون، ما نسول على 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 شيف، انا خصني ندير خدمتي، داكشي اللي كيتعطاني كنتخلص عليه كندي عليه، خصني ندير وكون الدين ديالي صافي من المشاكل. ولكن حنا هنا باقي العقل هاوي، كتجي حاجه بسيطه في المكتب كتاثر على النادي كله. دابا المشكل اللي عاشوه الوداد مشكل كبير وصعيب يستحملوا الانسان، ولكن راه كان تاثيره باين على الفريق. لانه الفريق علاش؟ لانه كما كنقول لك راه الاحتراف راه ماشي ساهل، راه خاص اللعاب يكون من الصغر ديالو. كنقول قاعده هو جاي على عقليه احترافيه، اما باش تقول لي اللعاب داز كل عمره في الفئه ديال الهاوي وتجيبو حتى الفريق الاول وتبغي تفرض عليه الاحتراف، ما يمكنش يمشي لك. حيت الاحتراف راه ليه قوانين وليه ضوابط ليه بزاف ديال الحوايج، لانه التكوين ديال المحترف راه كيكون فيه قرايه، كيكون فيه طبيب نفساني، كيكون فيه بزاف ديال الامور، تمن التغذيه كيهزوا ليه الدم ديالو، كيشوفوا التغذيه اللي خصو يبدا ياكل يتبعها، كاين بزاف ديال الامور اللي حنا كنجهلوها كمتتبعين رياضيين في الاحتراف. سي عبد الرحيم، واش كتوقع اننا حنا غادي نشوفوا الوداد اللي تعودنا عليه في الموسم الجاي غادي نشوفوا بالصوره اللي الفناها ولا؟ واه الوداد كما كيقولوا كيمرض ولكن ما كيموتش. الوداد راه هو ولا الرجاء ولا مثلا الجي، واحد الفروق عندنا قطيره ديال الكره عندنا في المغرب، ما يمكنش هاد الفروق كما كنقولوا يجوف عند واحد، الا كان عندهم واحد كما كنقولوا واحد السنه اللي هي بيضاء ما هذا، ولكن راه هذيك السنه غادي يقدروا يستافدوا منها، لان هاد الفروق ماشي ساهلين. الفروق عندهم وزنهم وعندهم متتبعين وعندهم مستشارين، عندهم اذا راه كيريحوا كيناقشوا هاد الامور ويشوفوا شنو هما الحويجات اللي غادي يقدروا يحيدوهم ايفيتيهم باش يقدروا العام الاخر يكونوا ثاني في المستوى ديال اللي كانوا فيه. وما نساوش ثاني الوداد اللي غادي نهضروا عليها، راه الجمهور ديالها خصو يساعدها في هذه اللحظه. علاش خصو يساعدها؟ لانه راه ما عرفت واحد المده ديال 8 او 10 سنين وهي جايه في خط تصاعدي، هي كتلعب البطولات على افريقيا ودات كؤوس وكانت في واحد المستوى كبير. اذا ما نجوش لواحد الفتره ديال انتقاليه في واحد في الظرف صغير اللي وقعوا فيه مشاكل وكان هذا. نتمناو الله سبحانه وتعالى يعاود يحطهم في السكه اللي كانوا فيها ونشوفوا الوداد اللي ولي فينا. من طبيعة الحال غادا ترجع الوداد ترجع. انا سي عبد الرحيم لحد الان بغيت تقييمك لمستوى البطوله، عاد نشوفوا الصراع على اللقب. واو مستوى البطوله راه احنا غنبقاو نعاودوا نهضروا عليه. راه كنقول لك راه بانه التسيير العشوائي كاين بزاف الفروق، لانه كتلقى الفرقه هاد السنه لعبات على الطيوح، والسنه الاخرى السنه اللي تابعها ثاني كتلقاها لعبه على الطيوح، والسنه الاخرى ثاني كتلقاها لعبه على الطيوح. راه ما يمكنش، راه خاص يتعاد النظر في هادشي، وخاص ذاك الكي تشارج اللي كيتعطى خاصو يتطبق. حنا راه باقي ما كنطبقوش الكي كما كنقولوا، راه باقي كاين شويه التساهلات. راه خاص الفروق فرقه عندها الكي تشارج ديالها وطبقته داكشي اللي دافعه فيه، مرحبا، ما عندهاش تنزل. حنا بغينا حنا واجب شوف حنا مستوانا فين وصل في العالميه، وحنا غنبقاو نضاربوا مازال كنضاربوا هنا لتحت. راه هذا القجع راه باز ليه، هي بصراحه باز ليه والله الا هو دابا هو كيخدم الفوق وبغيت يهود عندهم ثاني لتحت. راه كاينين الناس معاه يخدموا بحال هاد الحوايج، وحتى المسؤولين ديال الفروق خاصهم حتى هما يساعدوا يعاونوا شويه بنادم يقلب كيفاش ينمي هذيك الفرقه ديالو، كيفاش يقلب لها الموارد، وكيفاش يبرمج ليها. انا ما خصيتش دابا هما بحال كتقول لي كيلعبوا البطوله عشوائيه، بعد الفروق كيلعبوا البطوله عشوائيه، لاعب نهار بحال كتقول لي نهار بنهارو سيمانه بسيمانتها، ما كيديرش واحد البرنامج ديالو كيخطط ليه كيف كيديروا دابا بعض المدربين كيجيو. بحال مثلا انا كنعطي نموذج دايما بالفتح. الفتح ملي كتجيب مدرب يخسر ثلاثه ماتشات اربعه وما كتقولش لي سير بحالك. حنت متفقه معاه على واحد البروجي جا عليهم هذا كيدوا عليه، هذاك البروجي راه كيبقى خدام عليه هذاك المدرب. ولا لاحظتي المدربين كاع اللي مشاو للفتح
شوف انت فين وصلوا تبارك الله. كلهم وصلوا للبليس مزيانه في, 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 في الخدمه ديالهم. علاش؟ لانه خاص تعطى فرصه للمدربين، ما تبقاش ديك العشوائيه ديال كاين بعد الفروق راه كيوصلوا في العام خمسه سته المدربين، وكاينين الفروق اللي تقريبا في ربع في ما عرفت اربع سنين ولا ما عرفت خمس سنين تقريبا ما عرفت شي 40 مدرب. راه بلا ما نحتاج نذكر الاسماء ديالهم، راه خاص اعاده النظر في هذا الشيء. الاستقرار التقني كيعطينا نتائج من طبيعه الحال، باش ما كتشوفش ان المسيرين اليوم المغرب محتاجين لتكوين. انا قلتها في عده منابر اعلاميه، قلت لهم علاش اللاعب كيتكون المدرب كياخذ التكوين؟ راه المكتب حتى هو خصو يمشي يتكون. علاش خصو يتكون؟ باش تحيد ديك العقليه ديال شركه، واحد عنده باترون عنده شركات جا دار رئيس الفرقه بغى يمشي يسير بحال الشركه. لا، راه الرياضه شكل والشركه شكل. اذا علاش قالوا دابا غنديروا شركه رياضيه وكاينه الجمعيه؟ اذا علاش فرقوهم؟ وديك الساعه يجمعوهم. هنا كتبان لك بانه راه كاين العقليه عندنا، باقي حنايا الناس كيسيروا عندنا، باقي الاغلبيه فيهم باقي عندهم ديك العقليه هاوي. حنا خصنا ننتقلوا للاحتراف، راه خصهم ياخذوا نموذج من برا. حنا كتشوفوا كتجي كيجي واحد كيدخل بالاسهم ديالو، كيكون لاباس عليه كيدخل بالاسهم ديالو وكيبرك، راه دير لجنه تقنيه هي اللي كتسير، هي اللي كدير كل واحد تحديد المسؤوليه. حنا باقي عندنا ذاك مونش الشكاره كيحكم في كل شيء، هذه خصها تحيد عندنا. حنا دخلنا الاحتراف وباقي مونش الشكاره، عيب. حنا اليوم مطالبين بتحديد المسؤوليات في التسيير. من طبيعه الحال، علاش يبقاش يتدخل الرئيس يولي يمشي يريح فوق يبقى مشرف مكرم، ولا بانت لي شي حاجه ما عجبتوش راه كاين عندهم مكتب يمشي يدوي مع المكتب، والمكتب راه يعيطوا للجنه التقنيه ويناقشوا معاهم وداك الشيء، واللجنه التقنيه راه غتناقش مع المدرب، خص يبقى داك الشيء منظم. الا ما كانش النظام راه ما عمرنا نزيدوا، راه غادي واحد الوقيته غادي يريب هذا الشيء كل شيء. سي عبد الرحيم، كنشوف واحد الصراع اللي محتدم بين فريق الجيش الملكي ورجاء البيضاوي على اللقب، وهذا الشيء منح واحد التشويق وكيقدموا واحد الطبق كروي مزيان في البطوله اللي زعما كيفرجوا الناس كما كيقولوا. في نظرك لما تأول كفه اللقب؟ واش نقدروا نتكهنوا بها دابا؟ وخاصة وان مدرب الجيش الملكي كيقول ان المباريات اللي بقات ماشي غنلعبوها، خاصك تربحها. هو هذه الكلمه اللي قلتي بالنسبه لنا حنايا كنتمناو كجمهور كمتتبعين كرياضيين كنتمناو تكونوا اربعه خمسه الفرق كيتنافسوا على على المرتبه الاولى. علاش؟ باش كيولي التشويق وكيولي الحماس، حتى دوك الفرق اللي لتحت كيوليو حتى هما اللي كيتلاقاو مع هذوك كيبغيو يربحوا، وهذوك خصهم يربحوا، اذا كتكون واحد التشويق وكتبدا تحسن شويه المردوديه ديال الكره عندنا. بالنسبه اللي قلتي الرجاء والجيش، الرجاء والجيش باقي ما تحسمتش البطوله. دابا اللي مستعد ذهنيا حنت حنا راه قلت لك كما قلت لك قبيله، اللي مستعد ذهنيا، اما جسمانيا راه كلشي راه مخدوم، كلشي راه متريني، كلشي راه مقاد الامور ديالو، حيت حنا في الاخر ديال لا سيزون. اذا دابا اللي غيستعد ذهنيا راه هو اللي غيقدر يكون في البوديوم. علاش؟ لان الفرق بجوج هذا العام سيرتو الجيش راه من الاول العام وهي غادا مزيان. الرجاء كان عندها واحد الفتره اللي ماشي هي ديك المدبدبه، ولكن رجعت بقوه. دابا الطريقه اللي غادا بها الرجاء والجيش، اذا راه وحده فيهم غادي تدير البطوله، ما نقدروش نكهنوا لانه باقي الوقت، حيت المقابلات اللي بقاو ما بقاوش ديال اللعب. فعلا بحال المقابله ديال الكاس، خصك تربحها ما تلعبهاش. تكلمت الرجاء دائما هذا يعني طبيعته كيمر بواحد الفتره ديال الكمول، من بعد كيرجع كي بحال اللي ما فاتو حتى شي حاجه، وهذا هو اللي كنشوفوا هذا الموسم هذا، مع انه قلتي كانوا عنده نتائج متذبذبه وهو دابا ينافس على اللقب. هو على ما كنشوف انا وعلى ما كنتبع، لانه كانت في الاول ديال العام كانت شويه ديال بعض المراكز في الفريق خصها تغير وخصها تطعم باللعابه اللي غادي يقدروا يسيروا البطوله ويقدروا يعطيوا واحد النفس جديد لفريق الرجاء. وفعلا شنا وليدات اللي نضافوا وعطاو، وصراحه يستاهلوا يكونوا عندهم رسميه في فريق الرجاء. وحنا كنتمنوا حظ موفق للفريقين، وكنتمنوا نشوفوا طبقه كرويه كل ما لعبوا وقدموا مردود احسن كل ما هذا في صالح. راه كنسوقوا الكره ديالنا، راه كنسوقوها. علاش حنايا كنتقلقوا على بعض الجماهير اللي كيديروا شي حوايج ماشي هي هذيك؟ حيت علاش؟ لانه حنايا راه كنسوقوا دابا في الرياضه عندنا من المغرب كنسوقوها، راه دابا العالم كله كيبغي يتفرج في المغرب اللي وصل لذاك النيفو.
خاصنا نشوفوا هذه البطوله ونشوفوا كيفاش دابا ولاو متتبعين لهذا الشيء. ولكن بحال هاد الحوايج اللي كيوقعوا ديال الجمهور وداك الشيء الشغب كي شويه كتحس بالنفس لانه راه بحال كنضروا بلادنا وكيعطي صوره سيئه. اه كنضروا بلادنا كنضروا بلادنا حيت حنا كما كنقولوا فرشنا واحد الزربيه ودابا خصنا باش ندخلوا ليها لحيد الصباط ونشوفوا فوق منا. حنا كنعبطوا في الصباط دابا وبغينا ندوزوا فوق منا ما يمكنش. ونتمنوا الامور تكون احسن ان شاء الله مستقبلا. آمين, آمين, امين ان شاء الله. سي عبد الرحيم كنشكرك بزاف على تلبيه الدعوه. مرحبا مرحبا ونستضيفك مره اخرى ان شاء الله معنا باذن الله. شكرا لكم نتوما وشكرا للطاقم التقني اللي سهر على هذا. شكرا لك سي عبد الرحيم. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد.